نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس نبدأها بأبرز العناوين. محادثات يمنية في أبريل المقبل، وناطق التحالف يؤكد على الحل السياسي. مقتل 9 من الميليشيا في مواجهات عنيفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. منظمة دولية تحذر من وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة. أهلا بكم. رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وقف الأعمال العدائية في اليمن في شهر أبريل المقبل وبدأ محادثات السلام في الكويت. ودعا المجلس في بيان له أطراف الصراع إلى الحد من العنف فورا والامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة التوتر لتمهيد الطريق أمام وقف الأعمال القتالية. وحث مجلس الأمن الأطراف اليمنية على الانخراط في محادثات سياسية بناءة وفقا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2216. وفي السياق ذاته أعلن المبعوث الأممي موافقة أطراف الصراع في اليمن على وقف إطلاق النار في العاشر من أبريل المقبل قبل انطلاق الجولة القادمة من محادثات السلام والتي ستعقد في 18 من الشهر ذاته في دولة الكويت. وأوضح المبعوث الأممي أن المحادثات القادمة تهدف للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع واستئناف الحوار السياسي الشامل وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة. فيما يشبه لهات الفرصة الأخيرة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن استئناف المفاوضات بين الأطراف في 18 من الشهر المقبل. إعلان توج مسيرة من العناء والبحث عن أفق للحل، لكنه أشبه بمتاهة جديدة أو حفلة دبلوماسية ستخوضها الأطراف وفي الكويت هذه المرة بحسب المبعوث الأممي. النقاط الخمسة التي ستكون محور الحديث في الكويت ما بين الأطراف هي تتعلق أولا بالانسحاب، ثانيا تسليم السلاح، ثالثا الترتيبات الأمنية، رابعا ما سميناه نحن الحل السياسي. ولكن هذا تبدو الدبلوماسية الدولية في سباق محموم نحو غاية يبدو أنها تراجعت كثيرا حتى أصبحت مجرد عقد مباحثات بأي ثمن دون توفير أي حدود دنيا لإنجاحها. يقول المبعوث الأممي إن ميليشيا الحوثي والمخلوع وافقت على تنفيذ القرار 2216 وتسليم السلاح والانسحاب من المدن. الاجتماعات التي قمنا بها مطولة في أساس مسقط، ولكن بعض من هذه الاجتماعات كانت في صنعاء، ومرينا على مراحل مختلفة من 20 نقطة إلى 10، وبعدين في النهاية اتفقنا على 7 نقاط واضحة وكانت توضح للالتزام الكامل بدون أي لغة مطاطة ولا غيرها، كانت توضح الالتزام الواضح لتنفيذ القرار 2216. لكن العالم لم ولن يسمع غير تصريح ولد الشيخ أحمد، وليس من ناطق الميليشيا أو حتى أحد من قيادتها، بل إن تصريحاتهم تؤكد أن تنفيذ القرار آخر ما يمكن التفكير فيه. المؤتمر الصحفي لولد الشيخ أحمد تزامن مع خطاب للرئيس المخلوع أعلن فيه مواصلة القتال وعدم القبول بعودة هادي ونائبه إلى صنعاء. لن نخضع ولن ننزع، سنواجه العدوان بكل قوة. كذلك قال المبعوث الأممي أن الأعمال القتالية ستتوقف ليلة العاشر من إبريل، ورحب مجلس الأمن بهذا الإعلان داعيا أطراف الصراع لوقف أعمال العنف تمهيدا لاستئناف المحادثات، وهو ما لم تبدي الميليشيا أي نوايا للالتزام به حتى الآن على عكس الحكومة. وبوسع التجارب السابقة أن تتكرر مع كل إعلان للهدن من قبل الأمم المتحدة. بماذا سيتحدث المتحدثون يا ترى؟ جدول الأعمال واضح وسبق أن طرح في جولات التفاوض السابقة، لكن الميليشيا لم تلتزم به. الملفت وسط كل هذا أن مطالب الحكومة بتنفيذ بناء الثقة بينها إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرا وفك الحصار عن تعز قبل الشروع في المحادثات قوبلت بالخذلان من قبل المبعوث الأممي الذي اعتبرها قضايا إنسانية غير قابلة للتفاوض أصلا. وفق المؤشرات على الأرض تبدو فرص الحل السياسي بعيدة ومستحيلة في ظل المواقف المتصلبة للميليشيا والأداء الدبلوماسي للأمم المتحدة، فالحوثيون وحليفهم المخلوع لا يريدون أكثر من مسلك للتحايل على القرارات الأممية والخروج بمكاسب تتيح لهم إمكانية قطع الطريق أمام اليمنيين إلى المستقبل. وفي سياق متصل أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه لمفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية والمزمع عقدها بدولة الكويت في 18 من أبريل المقبل. وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة للمجلس الدكتور عبد العزيز العويشق في بيان صحفي أعرب عن أمله في أن تسفر هذه المفاوضات عن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وفي السياق ذاته قال الناطق باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري إن حل الأزمة اليمنية سيكون سياسياً، وإن العمل العسكري يوفر شروطاً وأرضية لحل عادل ودائم. أضاف أن مساحة العمليات العسكرية للتحالف تقلصت من حيث الامتداد وباتت مركزة في نقاط محددة نتيجة ما وصفها بهزائم التمرد. أشار عسيري إلى أن التحالف يقوم نيابة عن المجتمع الدولي بحمل الحوثيين على تنفيذ القرار 22/16 لإنهاء الانقلاب في اليمن. وفي سياق آخر، تمكن الجيش الوطني بدعم من المقاومة الشعبية من تحرير مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة إثر مواجهة مع عناصر ميليشيا الحوثي عند مداخل المديرية الغربية. قال الناطق الإعلامي للواء 26 مشاة عبد الوهاب بحيبح إن قوات الجيش تمكنت من تحرير المديرية بالكامل بعد مواجهات مع الحوثيين وقوات المخلوع. وأوضح بحيبح أن قوات الحوثيين والمخلوع لم تصمد كثيرا أمام قوات الجيش الوطني والتي قدمت من مديرية حريب المحاذية لها في المحافظة ذاتها. وفي شبوة أيضا قتل 9 من عناصر الميليشيا في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة بمديرية عسيلان. قال مصدر في المقاومة لقناة بلقيس إن عناصر الميليشيا قتلوا في منطقة الصفراء برصاص الجيش والمقاومة أثناء تقدمهما باتجاه مديرية بيحان. يبدو أن معركة تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا في شبوة بحاجة لمزيد من الوقت، وتشهد حالة من الكري والفر بين الحين والآخر. ويعد انطلاق العملية العسكرية لقوات الجيش والمقاومة في محافظة شبوة ضمن خطة تحرير المحافظات الجنوبية والشرقية من قبضة ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. المخاطر التي شكلتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من خلال سيطرتها على محافظة غنية بالنفط دفع بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لإزاحة ذلك الخطر والدخول في حرب واسعة أعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري. على صعيد التطورات الأخيرة، أكدت مصادر ميدانية أن قتلى من ميليشيا الحوثي سقطوا في المواجهة الأخيرة في مديرية عسيلان. وكالمعتاد دخلت طائرات التحالف العربي على خط المعارك وشاركت في سلسلة من الغارات مستهدفة مواقع ومعدات عسكرية للميليشيا في منطقة المعيقي في بيحان، أدت إلى تدمير منصات لصواريخ الكاتيوشا كانت تستهدف مواقع للجيش والمقاومة. وتعد معركة تحرير شبوة خطوة ذات أهمية عسكرية واستراتيجية، كونها خط إمدادا للميليشيا لتهريب الأسلحة والنفط عبر البحر إلى جبهات البيضاء ومأرب والجوف، وهو ما يسعى الجيش والمقاومة إلى قطعه في قادم الأيام. وبالعودة إلى الشأن السياسي وتصريحات ولد الشيخ الأخيرة، ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. مساء الخير دكتور عمر. دكتور عمر، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عمر. نعود إلى النشرة، إذ أنه قتل 3 من قوات الجيش الوطني أثناء تصديهم لهجوم من الميليشيا التي حاولت الالتفاف على إحدى الكتائب شرق مديرية عسيلان. قال مصدر عسكري إن 5 آخرين أصيبوا نتيجة انفجار لغم أرضي في دورية تابعة للجيش. لمزيد من تسليط الضوء حول آخر التطورات في شبوة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا إبراهيم حيدر. إبراهيم، حدثنا عن آخر تفاصيل المواجهات اليوم في شبوة، تحديدا مديريتي عسيلان وبيحان. اليوم نعم تفضل إبراهيم.
اليوم المعارك لا زالت على اشدها في الجبهه الشرقيه لجيش الاحتلال. هناك محاوله للتقدم اكثر في مناطق اكثر للجيش الوطني. يحاول الجيش الوطني الان التوجه نحو منطقه السليم التي هي تعد منطقه استراتيجيه تمركز فيها الميليشيا. هناك قتلى وصلت لنا حصيله نحو يعني ما يقارب 20 قتيلا من الحوثيين في المعارك التي خاضها الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه اليوم في الجبهه الشرقيه من عسيلان. بعض هؤلاء القتلى سقطوا في معارك مساء امس، وبالاضافه الى هناك قصف بطيران تحالف استهدف عتادا للميليشيا اسفر الى احراق اليات تابعه لهم. هناك اليوم للدعم المعنوي الذي تشهده الجبهه الشرقيه قام الدكتور اللواء ناصر عبد الرب الظاهري نائب رئيس هيئه الاركان بزياره الجبهه يرافقها علي بن سالم بن يحيى مدير دائرة التسليح. هناك نوعا ما يحاول الان الجيش تمشيط منطقة الصفرة بشكل كامل بعد السيطرة على الكثير من المواقع التي كانت تحت الميليشيا. طيب هل وصلت اي تعزيزات عسكرية سواء للجيش الشعبي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية او للحوثيين ومن معهم؟ بالنسبه للتعزيزات في منطقه في هذه الجبهه الا الجيش الوطني لم تصل من اي مكان، انما هناك مقاومه شعبيه حاول بعض الافراد او المجاميع من بعض المناطق في محافظه شبوه لدعم الجبهات اللي هي مقاومه شعبيه. الجيش الوطني الان هو الذي يعد مسيطر الواحد والعشرين الان يحاول التقدم اكثر حتى يسهل تحرك اللواء 19 من جهه الشمال لكي يتمكن من دخول مدينه بيحان التي هي المعقل للحوثيين. هذا اللواء 19 الذي يعد مكلف بمواصله مهمته الى مشارف محافظه البيضاء. الامر الاخر هناك من جهه الغرب اعلن الجيش الوطني ان المناطق مدينه عين بالكامل تحررت خصوصا اخر معاقل للحوثيين اللي هي نجد مرقد ومنطقه شبير ومنطقه الهجر. هذه المناطق تماما كانت فيها بعض الفيول التابعه للميليشيا تم تحريرها اليوم على الجيش الوطني انها منطقه محرره كامله. مراسلنا ابراهيم حيدر كنت معنا عبر الهاتف من شبوه، شكرا جزيلا لك. في تعز تجددت الاشتباكات العنيفه بين رجال المقاومه الشعبيه المسنودين بالجيش الوطني والميليشيا في احياء شرقيه المدينه. أفاد مراسل قناة بلقيس أن أحياء الكمب والدعوة شهدت اشتباكات إثر هجوم شنته الميليشيا على مواقع المقاومة. أضاف أن عددا من الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح في حين لم يسفر الهجوم عن أي تقدم ميداني في تلك المناطق. إلى ذلك قالت مصادر محلية في تعز أن ميليشيا الحوثي والمخلوع عاودت حصارها على المدينة مجددا في المدخل الجنوبي الغربي. أوضحت المصادر أن تعزيزات كبيرة للميليشيا وصلت إلى منطقة الضباب وتمكنت من السيطرة على حدائق الصالح وتبت الخزان ومنطقة المقهاية وقطعت الشريان الوحيد الذي تم تأمينه قبل أكثر من 10 أيام. مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. عودة الحصار هكذا هو عنوان هذه المدينة اليوم، فبعد أن دارت اشتباكات عنيفة بالأمس في الجبهة الغربية للمدينة وبسبب قلة الإمكانيات لدى رجال المقاومة الشعبية، استطاعت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من الاستيلاء على تبة الخزان والمقهاية وكذا حدائق الصالح تحت تغطية نارية كثيفة وقصف بمختلف الأسلحة والثقيلة، الأمر الذي أدى إلى سطوة الميليشيات على تلك المواقع واستحداث نقاط جديدة وبناء سور في نقطة الهنجر لتفرض بذلك حصارا جديدا على المدينة. نحن الآن في نقطة 30 بعدما كنا قد فكينا الحصار وأزا وكسرناه وسيطرنا على حدائق الصالح، لكن بسبب ضعف الإمكانيات وقلة الضعف السلاح الثقيل الذي يمكننا من صد الغزاة تم إعادة الحصار من جديد وعدنا إلى المربع الذي كنا نعيش عليه من الحصار. 10 أيام فقط هو عمر ما عاشته تعز من حرية كاملة ذهابا وإيابا من الطريق الرابط بين محافظتي عدن وتعز، ممرات آمنة ظلت الحكومة تراقبها بصمت دون تحرك أو إرسال أي قوة من أجل استكمال عملية التحرير لتترك أبناء هذه المدينة يواجهون الميليشيات الإنقلابية وحدهم كما يقولون. الآن الميليشيا عادت بتعزيزات كبيرة وبدعم كبير، بينما نحن منذ فتح الحصار أكثر من 10 أيام لم يصل للمقاومة أي دعم.
الآن المقاومة هي التي تضحي وهي التي تقاتل في جبهة الضباب. استمرار الوضع على ما هو عليه الآن دون أي تحركات للجهات الرسمية وترك أبناء هذه المدينة يعيشون مواجهة مصيرهم بأنفسهم، كلها أمور تنذر بكارثة الوضع مستقبلا إذا ما عملت الحكومة سريعا على كسر الحصار وحل المشكلة قبل تفاقمها. حصار يعود وخذلان مستمر، هاشتاج أطلقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تمكنت الميليشيات الإنقلابية من إحكام سيطرتها وقطع الطريق من جديد، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تحدث إذا ما استمر هذا الخذلان. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. قتل عنصران من قوات المقاومة الشعبية وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب محافظة الضالع. قالت مصادر في المقاومة لقناة بلقيس إن العبوة انفجرت أثناء مرور دورية للمقاومة في منطقة حمك التابعة لمديرية قاطبة. وفي سياق آخر، تواصلت الاشتباكات بمختلف الأسلحة في حين كثفت الميليشيا قصفها العشوائي على قرى يبار وشذان. واحد إلى هناك لذلك المتعارف. يلا يلا. أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الاستهداف الجماعي الذي تعرض له مصورون صحفيون بمدينة تعز من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. وشجب الاتحاد في بيان له الاعتداء الغاشم الذي أسفر عن مقتل المصور محمد اليمني وإصابة 3 آخرين أثناء تأدية واجبهم الإعلامي دفاعا عن حرية الرأي والتعبير. أسرع قرار يمكن للميليشيا اتخاذه هو استهداف الصحفيين. تنامي هذه الظاهرة في مدينة تعز بدت واضحة ولا تحتاج إلى شهود. فهنا بعد حفلة استهداف الصحفيين الشهيرة في الضباب غربي المدينة، حيث فشلت عملية إنقاذ المصور محمد اليمني الذي تعرض للقنص، نجحت عملية إنقاذ بعض رفاقه كهيكل العريقي وعبد القوي العزاني وعبد الحكيم المغلس. لكن على هذه الطريقة التي يبدو عليها هيكل حافي القدمين مذعورا يبحث عن طريق للحياة بعد أن أراد له القناص الموت. تدفع الميليشيا بالمعركة إلى إعادة فرض الحصار على المدينة، لكنها تدرك أنها لن تنجح في ذلك إلا إذا تخلصت من الشهود وغيبت العدسات. فالجزء الأكبر من المعركة كما تدركها الميليشيا هو منع ما ترتكبه من فظائع وقصف وقتل في تعز أن تكشف للرأي العام، فلذلك تحاول أن تسكت مصادر الحدث. هنا ظلت الحيرة تأكل وجوه رفاق شهداء الحقيقة محمد اليمني ومن قبله أحمد الشيباني، بينما وجد بعض زملائهم طريقا للتعبير عن الصدمة بالإجهاش بالبكاء. هي المعاناة التي كانت وما تزال رفيقة مهنة المتاعب لهؤلاء في بلد تصنفه المنظمات الإنسانية والإعلامية محلية ودولية أنه يعد واحدا من أخطر البلدان على الصحفيين الذين يعملون على أرضه. الأسرة الصحفية في تعز وفي البلاد عموما لم تبرح من تشييع وتوديع العديد من أبنائها بسبب استمرار استهداف الميليشيا المتواصل لهم، وليس لشيء سوى لأنهم ينقلون مشاهد تخالف قواعد لعبة الميليشيا والموت. فالكاميرا هي الشاهد الوحيد الذي لا يمكن أن يشك في شهادته. والسؤال الأبرز هنا، إلى متى يستمر قتل الصحفيين بدم بارد في تعز في لحظة لا يمكن تقييد هذه الجرائم بحق الصحفيين في تعز ضد مجهول؟ نشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. في حضرموت معرض فني لعدد من الموهوبين الشباب. محادثات يمنية في إبريل المقبل وناطق التحالف يؤكد على الحل السياسي. مقتل 9 من الميليشيا في مواجهة عنيفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. منظمة دولية تحذر من وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة. أهلا بكم من جديد. أصيب عمال إثر اندلاع حريق في ورشة صناعية وسط حي الدرين بمديرية المنصورة في مدينة عدن. قال شهود عيان إن حريقا شب في ورشة بهدى للصناعات الحديدية وسمعت أصوات انفجار خلال الحريق. وقد شارك سكان الحي في عملية إخماد الحريق فيما تم إسعاف الجرحى إلى المستشفى.
تضاعفت معاناة مالكي وعمال ورش اللحام في محافظة الحديدة بسبب تداعيات الحرب وتردي الظروف الاقتصادية. التقرير التالي يحمل مزيدا من التفاصيل. هنا في محافظة الحديدة غربي البلاد تضاعفت معاناة مالكي وعمال ورش اللحام بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وتداعيات حرب الميليشيا التي فرضت من خلالها أوضاعا خاصة ليس على هذه الفئة فقط وإنما على مختلف الفئات وقطاعات العمل الأخرى. يقول ملاك الورش الذين رفضوا أن يتحدثوا للكاميرا خوفا من سطوة الميليشيا إن كلفة الحصول على الكهرباء تضاعفت بما نسبته 200% وأن ما ينجزونه من أعمال لا يفي بكلفة إنتاجه أي لا يوازي نفقات العمل. عمال كثيرون تم تسريحهم من أعمالهم في هذه الورش بسبب الغياب الكلي للكهرباء واستخدم آخرون بدائل مختلفة من مولدات الطاقة لكن السوق السوداء للمشتقات النفطية كانت لهم بالمرصاد كعائق إضافي ضاعف من معاناتهم. حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من موجة غبار ستجتاح عددا من المناطق الصحراوية والمرتفعات الغربية من البلاد. قال المركز إن الموجة ستحدث نتيجة مرتفع جوي وسط شبه الجزيرة العربية ودعا المركز المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي. ويتوقع مركز الأرصاد الجوية أن تستمر العوالق الترابية خلال الساعات القادمة مع انخفاض في درجات الحرارة وانتشار للسحب المتوسطة والمنخفضة على أغلب المناطق والتي قد يرافقها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية. حذرت منظمة أوكسفام من وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة نتيجة تفاقم الأزمة المصرفية. قالت المنظمة في بيان لها إن المصارف الدولية باتت أكثر تردداً في توفير الائتمان للمستوردين ما يعني أن التجار في اليمن قد يضطرون إلى وقف استيراد الشحنات الغذائية مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. أشارت المنظمة البريطانية إلى أن البنك المركزي اليمني يواجه صعوبات لتحقيق استقرار الأسعار في سوق المواد الغذائية. وفي السياق ذاته قال مدير مكتب أوكسفام في اليمن سجاد محمد ساجد إن النزاع القائم يضاف إلى الأزمة المتفاقمة الأمر الذي أدى إلى خلق واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم. أضاف ساجد أن ما يقرب من 14 مليون يمني يعانون من الجوع بواقع نصف عدد السكان. 36 ساعة هي المدة التي يقضيها مواطنون في مدينة تعز دون طعام حيث الحرب المستعرة منذ عام. هذا ما توصلت إليه منظمة أوكسفام بعد بحث ودراسة معمقة كما تقول في المناطق المحاصرة. لكن المنظمة التي وصفت الحال بأنه واحد من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم لم تتحدث عن الطريقة التي يقضي بها آلاف المحاصرين ساعات انتظار طعام لا يأتي وكيف يجيبون على أسئلة صغارهم. العالم الخارجي لا يعي حجم الأزمة تقول ذات المنظمة وتقرع للمرة العاشرة جرس الإنذار الذي لا يسمعه محاصرو المدينة الذين يستميتون في سبيل مضاعفة الزمن الذي يجوع الناس فيه. تضاف تنبيهات أوكسفام إلى تحذيرات سبق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن لفت إليها وقال فيها أن 10 من أصل 22 محافظة يمنية تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ وهي خطوة واحدة تسبق المجاعة. البرنامج أيضا أعلن أنه يواجه تعقيدات في توصيل الإمدادات الغذائية للمحتاجين بسبب حدة القتال والأوضاع الأمنية. ورغم هذه الكلمات التي تعمد منظمات دولية إلى استخدامها إلا أن وقعها لا يسري على من يفرضون طوق حصار لا ملامح لانتهائه. We'll be right back.
شهد منفذ الوديعة الحدودي حملة نظافة نفذتها إدارة الجمارك لانتشال النفايات المتراكمة وتحسين أجوائه. الحملة شارك بها كافة العاملين في المنفذ من مدنيين وعسكريين، وشهدت مشاركة عشرات من المتطوعين منهم مسافرون وسائقو شاحنات. شهد منفذ الوديعة الحدودي وبوابة اليمن البرية الوحيدة مع المملكة العربية السعودية التي لا يزال اليمنيون يحصلون من خلالها على احتياجاتهم، شهد حملة نظافة نفذتها إدارة جمرك المنفذ تهدف إلى تخليص كافة ساحته وأرجائه من تراكم الأوساخ والقمامة وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية فيه وفقا لتلك التوجيهات الأخيرة التي أصدرها محافظ حضرموت. تم هذا اليوم تدشين حملة نظافة لمنفذ الوديعة وفق رؤية محافظ المحافظة الذي زارنا في الأيام المصرمة، وأوصى بأن تكون هناك يوما خاصا بالنظافة، وقد تم في يومنا هذا بمشاركة جميع من في المنفذ عسكريين ومدنيين وأمنيين ومواطنين. الحملة وهي الأولى من نوعها منذ تأسيس المنفذ عام 2003 تعد بمثابة خطوة أولى في مسار الألف ميل لتصحيح الأوضاع في المنفذ، وهي التي حظيت بتفاعل غير عادي تمثل في مشاركة كافة العاملين فيه في شقيهما المدني والعسكري. سوري من درعا، شاركنا في تنظيف المنفذ اليمن السعيدة لحدود منفذ السعودية الوديعة، ونحن السائقين هنا شاركنا في تنظيف المنفذ. وأمام هذا المشهد التطوعي التشاركي لم يجد الكثيرون حتى من بين أولئك الذين لا يمثل لهم المنفذ سوى بوابة عبور. انخرط الجميع هنا في حملة النظافة للمنفذ في صورة تظهر مدى رغبة الجميع في تنظيف شريان الحياة الوحيد لليمنيين. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، منفذ الوديعة. وفي حضرموت أيضا أقامت أكاديمية الموهوبين بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية معرضا فنيا لعدد من الموهوبين الشباب، واحتوى المعرض صورا ولوحات فنية للمشاركين من مختلف مديريات المحافظة. مراسلنا حداد مسيعد والتفاصيل. بالرغم من الأحداث والحروب والأزمات التي تمر بها البلاد، إلا أن الأمل والتطلع بمستقبل أكثر جمالا وازدهارا لغد مشرق يمحي كل شوائب الحروب من خلال التمعن والنظر فيما تختزله أنام المبدعين من لوحات فنية وصور جمالية تسرح بالخيال ليمن سعيد بعيدا عن الحروب والاقتتال. معرض الفنون التشكيلية بمحافظة حضرموت الذي أقامته أكاديمية الموهوبين بالتعاون والتنسيق من السلطة المحلية ومؤسسة العون للتنمية. المعرض احتوى على أكثر من 126 لوحة فنية لأكثر من 60 مشارك من مختلف مناطق حضرموت، حيث يسعى القائمون على المعرض إبراز إبداعات الشباب الحضارم وتنميتها وتأهيلهم للمشاركة في المعارض العالمية. احنا اليوم جينا نزور ونتفرج على معرض الفنون التشكيلية لمحافظة حضرموت أكاديمية الموهوبين، وصراحة المعرض مرة حلو عجبنا احنا، وخصوصا الرسمات لأنه في بعض الرسمات توحي بالخيال، خصوصا رسمات عيدروس الجفري مرة عجبتنا احنا. أول مشاركة لي في ثاني معرض يقيمه أكاديمية الموهوبين للتصوير الفوتوغرافي. مثل هذا المعارض تدعم بشكل كبير وتنمي مواهب الشباب في هذا النوع، إذا كانت تصوير فوتوغرافيا أو رسم زيها، لأن الشباب يحس إنه عنده في ناس يهتمون فيه يظهروا مواهبه. قسم المعرض إلى أربع أجنحة: جناح الصور الفوتوغرافية، وجناح اللوحات الفنية والخط، وجناح الأعمال اليدوية. جميع اللوحات تحمل رسالة واضحة أن لدى الشاب اليمني إبداعات ينقصها الاهتمام والتأهيل ليتمكنوا من تطوير مواهبهم وصقلها. يأتي هذا المعرض في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادنا، وبالرغم من هذا فكان للمبدعين وكان للفنانين التشكيل كلمة، فأرادوا أن يقولوا نحن هنا بفننا بإبداعنا بكل ما تحمله كلمة المعاني الفن التشكيلي والتي ترسم دائما على النفس البهية والسرور. وتبقى نظرات هذا الطفل وهو يتأمل هذه اللوحة الفنية معبرة عن السلام بعيدا عن الحروب التي تمر بها البلاد، ولسان حاله يقول: ألم يأتي بعد الوقت أن ننعم بحياة كريمة ومستقبل خاليا من الحروب والدمار ونعيش كبقية أطفال العالم بسلام. طبعا المعرض له قيمة كبيرة، المعرض تنوع بين الرسم بين النقش
بين التعبير بالمجسمات التي تحكي واقع حياة الإنسان بحضرموت. وتظل الصورة واللوحة أبلغ من الكلمة لتوصل رسالتها للجميع أن الإبداع مكان في زمن دمر كل ما هو جميل في اليمن السعيد. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محادثات يمنية في أبريل المقبل، وناطق التحالف يؤكد على الحل السياسي. مقتل 9 من الميليشيا في مواجهات عنيفة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. منظمة دولية تحذر من وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.